نروح لملاعب الناشئين في مدينة نصر، وأيضا معانا زميلنا محمد توفيق عشان يحطنا في آخر الاستعدادات، استعدادات الفريقين الأهلي أمام بلدية المحلة في ملاعب الناشئين. تحياتي لك توفيق، وتحيات الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد ثابت، اتفضل. مساء الخير كابتن أسامة، تحياتي لحضرتك كابتن محمد حشيش، دكتور أحمد ثابت، وكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. كل سنة وحضراتكم طيبين، وبداية يعني موسم قطاعات الناشئين ومباراة الناشئين على شاشة قناة النادي الأهلي. يمكن دي أول مباراة في الموسم نزاعها، يمكن سبقها فقط مباراة الأهلي وبلدية المحلة مواليد 2003، والحمد لله النادي الأهلي فاز بهدف مقابل لا شيء. النهارده مباراة 2005 الأهلي وبلدية المحلة، وأجواء أكثر من رائعة كابتن أسامة. يمكن طبعا رد فعل الفريقين على إذاعة المباراة النهارده أكثر من رائع، الناس كلها سعيدة بإذاعة المباراة. كمان فرق، خاصة فريق بلدية المحلة، اتكلموا معايا إن هم مبسوطين جدا في أول ظهور ليهم منذ سنوات طويلة في دوري الجمهورية، يكونوا موجودين وتكون المباراة مذاعة على قناة كبيرة بحجم قناة النادي الأهلي. يمكن هنا الجو حر شوية بس كابتن أسامة، درجة الحرارة تقريبا 36 درجة مئوية، ولكن حالة الملعب أكثر من رائعة. الملعب هنا لقطاع الناشئين ظهر بصورة رائعة جدا في بداية الموسم. يمكن كمان بقى بداية الموسم مع فريق 2005، يمكن الفريق عمل يعني بطولة رائعة جدا الموسم اللي فات كابتن أسامة، أنهى بطولة الدوري العام متصدرا وحصل على اللقب قبل نهايتها بسبع مباريات وبفارق 21 نقطة عن أقرب منافسيه. الجهاز الفني بالكامل يا كابتن اسامه مستمر، باستثناء بس مدرب حراسه المرمى كابتن تامر دسوقي، مدرب الحراسه هو العنصر الجديد اللي انضم لجهاز كابتن علاء عبده المدير الفني للفريق. يمكن استعداد اكثر من رائع للفريق، وطبعا قطاع الناشئين برئاسه كابتن وليد سليمان وكابتن بدر رجب ما بخلش على كل الفرق. يمكن الفريق بدا فتره الاعداد منذ شهرين تقريبا، كان في معسكر مغلق في الاكاديميه البحريه بالاسكندريه لمده اسبوع. يمكن الفريق خاض فيه مباراتين قويتين جدا امام حرس الحدود وامام المجد السكندري، وبشكل عام يمكن الفريق خلال فتره الاعداد كابتن اسامه خاض خمس مباريات وديه، فاز فيها اربعه وتعادل فيه مباراه واحده. يمكن طبعا تم يعني تعزيز الفريق بعدد كبير جدا من فريق مواليد 2006، خاصه مع غياب ثلاثه من العناصر الاساسيه عن الفريق في بدايه الموسم. يمكن طبعا بيغيب عبد الله بستانجي لاعارته لنادي سموحه، يمكن تم اعارته للعب كفريق اول في نادي سموحه وهو مواليد 2005، وبالطبع نجمي الفريق معتز محمد المدافع ومحمد زعلوك مهاجم الفريق اللي موجودين حاليا دلوقتي مع الفريق الاول في النمسا في معسكر اعداد للموسم الجديد. يمكن طبعا في قائمه المباراه النهارده ظهر عدد كبير جدا من لاعبي فريق 2006، ان شاء الله يؤدوا ما عليهم ويكونوا عون لزملائهم في الفريق 2005، وتكون ضربه بدايه قويه جدا زي ما قال لي كابتن علاء عبده. عايزين نستثمر نتائج الفريق الرائعه الموسم الماضي وتكون البدايه قويه باذن الله رب العالمين. يمكن كمان بيقود المباراه تحكيميا طاقم تحكيم بالكامل من منطقه القاهره، حكم اول طبعا كابتن هيثم عثمان، مساعد اول خالد حسام طه، ومساعد ثاني احمد عبد الغني. كل الاجواء هنا اكثر من رائعه كابتن اسامه، نتمنى انها تكتمل بان نشوف مباراه قويه جدا وتكتمل باذن الله بفوز النادي الاهلي، تبقى خير بدايه، وباذن الله كل مشاهدي قناه النادي الاهلي وكل جمهور مصر يستمتع باستاد الناشئين واول مباراه هذا الموسم. كمل كابتن اسامه اتفضل. نشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد توفيق، واكيد هنتواصل معاك مره ثانيه.